وبيكون في ناس كتير قوي في المدرسه من ضمنهم اهل وينس دي. في الوقت ده بقى بالصحاب بيكون ده وقت العرض بتاع تجربه وينس دي، بيكونوا الناس كلها بتتفرج عليها تقريبا هتموتهم كلهم. التجربه بتاعتها في المعمل عباره عن انها هتنقل جينات اخطبوط لعمها فيستر، بيبقوا الناس طبعا كلهم منبهرين من اللي هي هتعمله ده. التجربه فعلا بتنجح وبتنقل جينات لعمها، وبعد كده بيكون وقت بقى ايه توزيع الجوائز. طبعا هي سعيد جدا ان جائزه الفوز اتوزعت على كل اللي كانوا مشاركين، وكانت شايفه ان ده هبل، يعني لو ان الجائزه بتاعه الفوز دي راحت لكل المشتركين يبقى كده اساسا مفيش حد خسر ومفيش حد كسب والكلام ده كله، والمسابقه دي اساسا كلها كده ملهاش لازمه، يبقى كده يعني ما وصف الكلمه تعب انا واعمل تجربه وكلنا نكسب. لا باشا انا عايز اكسب لوحدي، انا ايه اول بنت دي. المهم فوزت زعلها ده بيجي المسؤول عن المسابقه على اي تليجرام وبيقول لها ان هو اعجب جدا باللي هي عملته وعايز انها تشارك التجارب بتاعتها دي، بس هي بتقول ان ده ما ينفعش عشان التجارب بتاعتها دي تعتبر اثار حرب بالنسبه لعيلتها وما ينفعش انها تخرج، وبتكون متضايقه اساسا من الحوار ده اللي انت بتطلب ليه اساسا. بنشوف بقى كان العيله بتاعتها بهدلت الدنيا بره وعملوا مصايب وبوظوا اليوم وبيحرجوها جدا وبيحرجوا نفسهم وبيحرجونا كمان معاهم، ولما بيروحوا البيت بتكون وينس دي قاعده في اوضتها مع نفسها زعلانه جدا وشايفه ان اهلها عقبه في وشها ومش عارفه انها تحقق اي حاجه بسببهم. بتقول لنفسها ان العظماء كلهم كان عندهم عقبات كتير، يعني انت بتعتبر نفسك عظيمه برحمة كام اوصف الكلمه عظيمه مين ده انت بتتابله. المهم في الوقت ده بيبقى فيستر قاعد في اوضه بتاعه الواد بوكسلي وبيديله كتاب يعني كده عشان يعرفوا ازاي يتعامل مع النسوان، حرفيا ازاي يتعامل مع النسوان وعشان فاهم ايه يتعلم ازاي يتكلم معاهم بقى فاهم، والحاجات بتاعه الشباب دي انت فاهم الدنيا. ممكن يا كابتن تديني الكتاب ده معلش سولفه. المهم بيروحوا بعدها كلهم عشان يتعشوا، بيكونوا مستنيين وينس دي انها تيجي تتعشى معاهم، ولكن هي بتبعت لهم رساله بتقول لهم فيها انها مش عايزه تتعشى معاهم اللي هو انتوا في الاخر عيله اساسا. فبيكون ساعتها بقى زعلان جدا على بنته لانها ثالث مره تكررها الاسبوع ده وما تجيش تتعشى معاهم. وبعد شويه كلام مع مراته مرتيسه كده والعم فيستر بيقرروا ان هم هيطلعوا رحله ثاني يوم مع بعضيهم ويحطوا فيها كام يوم الرحله دي عشان يستكشفوا العالم سوا، وكمان الاهم يعني ان هم يخلوا العيله يقربوا من بعض اكتر واكتر. وثاني يوم بيكونوا بيحضروا نفسهم كلهم في عربيه السفر، وبيكون جوميز اللي هو ابوها يعني مبسوط جدا والفرحه مش ساعه، بس عمتك وينس دي وبوكسلي بيكونوا متضايقين جدا ومش بيحبوا اسرار الرحلات العائليه دي. قبل ما يتحركوا مكانهم كده بيجي واحد اسمه مستر موتسلا وبينادي على جوميز ومورتيسا وبيكلمهم بيقول لهم على حاجه مهمه، وهو ان اليوم اللي اتولدت فيه وينس دي اتبدلت الساعه بتاعتها اللي بتاعت الطفله يعني اللي كانت بتبقى عارف انت كل عيل بيتولد كده بيبقى في ايده ساعه عليها اسمه، فهي الساعه اللي في ايدها اتبدلت بطفله ثانيه بنفس الاسم. وبعد لما جوميز ومورتيسا بيسمعوا الحوار ده طبعا مش بيصدقوا الراجل وفاكرين ان هو بيخرف وان وينس دي هي اللي بعتها عشان يقول الكلام ده، وساعتهم بيقولوا للراجل يعني هو ايه يروح يتكل على الله اللي هو كده بالبلدي ان وينس دي مش بنتهم، بس مش بنتهم ازاي ما هي العيله دي لايقه على بعض يعني انت لايقه ان انت بنتهم اساسا. المهم بعد كده بيروح على البيت عشان يقول للجد ام جوميز ان هم خلاص ماشيين وانها تخلي بالها من البيت وكده. بيركبوا بعد كده العربيه وبيبداوا الرحله سوا، وبيكون جوميز محضر بروجرام الرحله والاماكن بقى اللي هيروحوها سوا على الخريطه كده فاهم، وعمال يكلم العيله والاسره كلهم عشان يعرفهم بقى الاماكن وهو متحمس فشخ لها. بيقول بعد كده للعيال هو مرتيسا انهم يعني اسره مع بعضيهم ولازم ان هم يعملوا ذكريات حلوه مع بعض. بنشوف بعد كده فيستر وهو قاعد مع ثينج اللي سايق عشان فعلا برضه ثينج ده سايق ازاي اساسا، والمهم بيقول له ان هو ما يمشيش على الخريطه بتاعت جوميز ويروح على شلالات نياجرا، شايف انا هيروح شلالات نياجرا بس بالعربيه عادي جدا. بنشوف بعد كده بقى في الوقت ده ان الراجل اللي اسمه موتس ده راكب في عربيته مع جوفو، وجوفو ده اساسا المساعد بتاع الراجل اللي مشغله، وبيكونوا بيراقبوا العيله ورايحين وراهم عشان لازم يجيبوا وينس ديب ويسلموها للراجل الكبير بتاعهم. بنشوف ثاني يوم ان هم وصلوا بينزلوا على جسر كده وبيتكلم شويه عمك فيستر مع الواد بوكسلي، وبيكون فيستر كل شويه دراعه يتحول لدراع اخطبوط، بس يعني عادي انت فاهم برضو ده كان بسبب اللي عمتك وينس دي عملته فيه في الاول اصلا، حرفيا هي حولت جزء من عمها لاخطبوط بس مالناش دعوه. المهم بيكون في بنت كده بوكسلي معجب بيها وبيروح ليها عشان يكلمها، بس بيتكعبل كده وبيقع على وشه وبيبقى شكله صراحه قوي في نفسه. بتيجي مع كده وينس دي وكان معاها دوميا كده بتقدر من خلال تحركها انها تتحكم في بوكسلي وتخليه ساعتها يرقص قدام البنت وقدام الناس، وانا يعني صراحه مش فاهم هي كابت الحق ولا بتحرجه زياده يعني بتخليه يرقص ليه يعني هو ولا حاجه بالبنت لما اروح اعملها واوي ما اكيد مش هجيبها يعني هتقول عليها متخلف عقليا. المهم في الوقت ده جوميز ومورتيسا بيشوفوا الراجل موتسلا ده وبيكون معاه جوفو قلت لك اللي هو المساعد ده، وبيقرر ساعتها جوميز ان هو يرمي مراته وعياله وفيستر من فوق الشلال عشان يبعدوا عن الراجل ده. وبعد لما بيعمل كده بتكون وينس دي مستغربه ومتضايقه اكتر من الهبل بتاع عيلتها اللي يعني معلش في الكلمه انت عايز تبعدنا عن الراجل تموت ابونا واحنا احمد السقا تمام فوق شلال. المهم بالليل بيكونوا راكبين العربيه ورايحين على ميامي. بتحاول ساعتها بقى مورتيسا انها تتصل بالجده الكبيره بس هي مش بترد عليها، وبتقول ساعتها يعني اكيد دي ست كبيره وتعبانه وطرشه ومش سامعه التليفون، بس الواد ده اساسا بتكون الجده حرفيا مش على لها وعامله حفره كبيره في البيت وبتاخد فلوس من الناس اللي عازماهم وليله، يعني الجده طلعت ما شاء الله كانت تقريبا يعني القصه في ديسكو صراحه بحكي في حدوته جامده يعني، بس معنى مش موضوعنا. المهم يعمل حاج هو بيبقى متضايق ومستغرب جدا هو ومراته ان وين ازاي ولا بتتكلم معاهم ولا بتتفاهم معاهم ولا بتنيل ام اي حاجه، انا مش فاهم بصراحه يعني ايه الغريب في ده، ما هي طول عمرها كده، ما هي البت دي طول عمرها بت 60 في 70 كده ولا طايقه الناس ولا الناس طايقاها ولا انا طايقها والدنيا ماشيه يعني. المهم عمك فيستر بقى بيقرر ان هو يحكي بقى اليوم اللي اتولد فيه وينس دي وقد ايه هو كان مبسوط قوي وكان عايز يروح يشوفها في الحضانه بتاعتها، وقرر ساعتها ان هو يدخل الحضانه والاطفال ساعتها عيطت وفضل يلعب بالاطفال شويه عشان يهديهم، مش عارف انا يلعب بالاطفال عشان يهديهم ازاي يعني. المهم بيمسكهم كده وبيفضل يحدف فيهم في السقف يعني مش ده كان عايز يموتهم مش يلعبهم بهلوان انا بهلوان بيلعب بالكور وعيال صغيره بي 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 بي. المهم كان من ضمن اطفال اساسا هو بينططهم دول وينس دي يعني. ساعتها بقى
دعم الحاج جوميز ومورتيسا بيتصدموا لما بيسمعوا الكلام ده، اللي هو يا نهار اسود انت كنت بتلعب الاطفال كانهم كور في سيرك وبت وينس دي كانت من ضمنه. الله طب ما ممكن الواد مستر ده قاله حق يعني الله. المهم ساعتها بيقرروا ان هم يروحوا يتكلموا بعيد عن الاسره، بيقولوا نفسهم ان كده فعلا مستر مستلا ممكن يكون معاه حق في الموضوع ده، وان وينس دي فعلا اتبدلت في المستشفى وانها ممكن ما تكونش بنتهم. والله يا ابني يعني هي اكيد بنتكم، يعني انتوا مش شايفين منظر امها عامل ازاي؟ ما هي منظر العكر ده ما يطلعش غير منكم انتوا الاثنين. وبيقرروا بعد شويه كلام ان ما ينفعش ان هي وينس دي تحس او تعرف انها ممكن تكون مش بنتهم، لو من رايي هي البت لو عرفت هتفرح جدا. المهم كانت وينس دي بقى ساعتها بالصحابه واقفه بعيد وسمع اللي هم بيقولوا ده، وبعدين بتمشي وبتركب مركب صغيره وبتفضل تفكر مع نفسها في اللي هي سمعته ده، تقول لنفسها ان والله تبقى حاجه حلوه قوي يعني ان انا ما بقاش بنتهم. دي هتبقى نقطه كويسه قوي في قصه حياتي والله، انا قلت كده اقسم بالله، انا قلت لو عرفت ان هم دول مش علاها هتبقى مزقطه. المهم بيوصلوا بعد كده ميامي تاني يوم وبيكونوا قاعدين على الشط، وتكون وينس دي قاعده وفيها سحابه سودا كده فاهم، ومطره بتاعت السحابه دي وعماله تصعق الناس اللي بيتريقوا عليها. لو تمام بالراحه وينس دي في ايه. المهم في الوقت ده بالصحاب بقى في سمكه قرش في البحر والناس كلها بتترعب وبيحاولوا ان هم يهربوا منها، بس ده بيطلع في الاخر ان عمك فيستر هو كان بيعمل كده عشان بيخيخوا مع الناس. بنشوف بقى كام حاج واحد اسمه العم ايتو ده بيكون صديق جوميز وعزمه يعني عشان يكملوا الرحله دي معاهم. بعد لما بيقعدوا سوا على الشط واليوم بيخلص بيركبوا العربيه وبتروح وينس دي تقعد مع ايتو وبتتكلم معاه بانها حاسه بازمه هويه كده ومش عارفه هي مين وان اهلها مش فاهمينها خالص والكلام ده كله. بس بيجي ساعتها لقيت تليفون وبيقول لها دي يا بس يا بنتي هتكلم ثواني وجاي. مورتيسا بيقرروا ساعتها ان هم يشغلوا العيله بان هم يلعبوا لعبه سوا على الترابيزه بالكوتشينه، وبيخلوا ساعتها لارش يضرب بايده كده بره الشباك، وبيكون اصلا البوكس ده جاف موتسلا واللي معاه وطيرهم من غير ما حد ياخد باله. بيوصلوا بعد كده بصحاب تكساس وبيقرروا ان هم يدخلوا برنامج مسابقات للمواهب عشان يستخبوا بقى ويهربوا من موتسلا واللي معاه ده. المهم بنشوف بعد كده ان هم دخلوا وسجلوا في البرنامج، وكانت وينس دي موجوده في الاوضه اللي البنات بيحضروا فيها نفسهم عشان يدخلوا بقى ايه يقدموا مواهبهم. ولما واحده منهم بتسال وينس دي هو انت ايه موهبتك، فبتقول لها انها بتقرا افكار. صباح الفل يعني. مو طبعا بتكون البنت مش مصدقاها، ولكن عمتها وينس دي بتقرا افكارها يعني، فالبنت ساعتها بتتعب وبتفضل تعيط وبتجري. المهم بعد لما بتلبس اللبس بتاع المسابقه بتطلع عشان تعمل عرض بقى مع البنات، وبيكون في الوقت ده اهلها قاعدين بيتفرجوا عليها، وينس دي بتكون مش حابه المسابقه دي فبتكب بويه حمراء كده على البنات وهم بيرقصوا زي لما حصل في المسلسل. فاكر انت لما كبوا عليهم بتاع عامل زي بيت دم في المسلسل وكده؟ بس اللي عملوا كده في المسلسل كانت الشله كانت بتكره وينس دي اللي هي ضربتهم قبل كده. المهم مش موضوع، بيجي معاك مستر عم الحاج عشان ياخد وينس دي، بس لما بيشوفه جوميز بيقول لك ايه ولا خد يلا الحق، ده الراجل ده بص مكتشف مواهب كبير فشخ، خله روحوا هيخلي كل الناس نجوم، ربنا بقى معاكوا ربنا ياخدك يا موتسلا. كل بقى الصحاب بيقعد ينط عليه اساسا، وبعد العيله بتهرب يعني في هو تعالى احنا ما صدقنا مكتشف مواهب، اللي عنده موهبه واللي ما عندوش بيروح ينط. عايز تستكشف مواهب خش على تيك توك هتلاقي ناس ما عندهاش اي ربع جنيه موهبه. بس اسمعني، المهم العيله بعد كده بتهرب عشان الراجل ده ما يجيش وراهم. وفي العربيه وينس دي بتسال على الراجل ده، بس هو بيقول لها يعني ان هو راجل رخم من الناس اللي هي بتبيع حاجات للبيوت ده، وهو مصمم ان احنا خير نشتري منه بيت. بس طبعا البنت مش بتصدقه، انت فاهم البنت سمعت كل حاجه. بيوصل بعد كده بالصحاب لانظر ان تقريبا وكان عمك فيستر في الوقت ده قادر ان هو يتحول فعليا لاخطبوط، بيروح الحمام بسرعه. بنشوف بقى التحول ده بيظهر على جسمه وبيحاول ان هو يمنعه. بعد كده مورتيسا بتدي لوينس دي عقد في علبه على شكل تابوت وبتقول لها ان العقد ده يبقى ورث من العيله، وجا الدور عليك ان انت تاخديه وتشيلي اسم العيله والارث بتاع العيله من بعدنا يا بنتي، ربنا ياخدك يا شيخه. هي ما قالتش اكيد ربنا ياخدك يا شيخه، انا اللي بقول. بتروح بعد كده تقعد مع نفسها شويه وتفكر في اللي حصل ده وهل هي من العيله ولا لا اساسا. كنا بالصحاب عامله فخ المستل اساسا وبيقع فيه، وبتلاقي التليفون بتاعه بيرن، وبتاخد ساعتها التليفون منه وبتفتحه وبتلاقي ان الراجل اللي مشغله ده اسمه كايرس سترينج، وبيقول لها ساعتها ان انت بنتي حبيبه قلبي وانا فقدتك من زمان في الحضانه بتاعتك لما اتولدت فيها، وفضل طول السنين ده يعني ان هو يدور عليها وفضلت بنت ادور عليك واعمل ابحاثي لحد لما اتاكدت ان انت بنتي المفقوده، عشان انت في دماغك نفس الذكاء والدهاء بتاعي وعايزك تجيلي عشان اللي انت معاهم دول مش عيلتك. هو في حته الذكاء والدهاء يعني انا برضو شايفها بنت متخلفه عقليا، بس هي ذكيه نوعا ما، ولكن العيله بتاعتها دي كلهم متخلفين عقليا. متخلفين عقليا فعلا. المهم بعد ما وينس دي بتسمع الكلام ده بتقرر اول تتاكد من ان دول عيلتها ولا لا، وساعتها بتسحب شعره من راس ابوها وبتعمل تحاليل وبتلاقي ان فعلا هي مش بنتهم. طن 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 طا هيطلع بقى في الاخر ان ده مش شعر ابوها ودي كانت باروكه. بص انا هحرق احداث من دلوقتي يعني، ده توقع خلي بالك. المهم بتقرر تاني يوم انها تمشي وتسيبهم وتسيب لهم بقى جواب بتقول فيه انها هتروح تدور على العيله الحقيقيه بتاعتها ومحدش يجي وراها من تاني. بنشوفها بعد كده ماشيه وتقول لارج انها عايزه تروح على حالتها الحقيقيه وان هو كمان برضه لازم يعمل كده. بعد كده الصحاب بيقرر ان هو يبقى الرفيق بتاعها في الرحله دي. في نفس الوقت ده جوميز ومورتيسا وفيستر بوكس وثينج لما بيعرفوا اللي حصل ده بيقرروا ان هم لازم يروحوا يجيبوا بنتهم ينقذوها. بعد كده بتوصل وينس دي عند مكان كده اسمه ديث فالي او وادي الموت. فضلوا سوا اليوم كله ماشيين هي ولارج، وبيشوفوا ساعتها شله راكبين موتوسيكلات وبيروحوا على بار، فبيقرروا ساعتها ان هم يدخلوا هي ولارج عشان فاهم ايه يقعدوا هناك معاهم شويه ويريحوا كده. بيفضل بقى لارج يعزف على البيانو هناك وكلهم بيبقوا مبسوطين من العزف بتاعه، وبيفضلوا ساعتها يرقصوا سوا. يساعدوا بعد كده وينس دي ولارج ان هم يوصلوا بيت سترينج ده، وبيتقابلوا ساعتها وينس دي وبيعرفها ساعتها على مراته انجريت وبنته اوفيليا. وبعد كده بياخدها يفرجها عن مكانه وبيعملوا تحليل بالشعر بتاعهم وبيطلعوا متطابقين وان هي فعلا بنتهم. هذا الموضوع ده محير كده بقى. المهم بيوصلوا بعد كده عائلتها البيت وبيقابلوا وينس دي وسترينج، وبتاكد لهم وينس دي ان هي فعلا مش بنتهم وانها تبقى بنت سترينج.
عشان هي ما نسيتش الايام الحلوه اللي عاشوها سوا بتقول لهم انها هخليهم يباتوا عندنا هنا في البيت النهارده وتمشي بكره كده ما نسيتيش الايام الحلوه. امال لو نسيتيها كنت هت ايه هتطرديهم بره البيت وتضربيهم بالنار ولا ايه الكلام يا مش فاهم. البت دي خنزيره ولا ما بيشوف بقى كده بوكس البنت اوفيليا بيعجب بيها ثقه 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 ثقه. المهم بيكون مع جوميز والاسره كلها زعلانين ان هم خلاص مش هيشوفوا بنتهم تاني وان الذكريات اللي عملوها سوا دي خلاص ملهاش اي لازمه عشان يعني هي مش هتعيش معاهم من تاني. والله انتوا احسن لكم انكم ما تشوفوهاش تاني. ادي حد يحب يبص في وشها. بيروح مع كده بوكسي عشان يقعد مع اوفيليا في اوضتها شويه وبيلاقي انها عندها حلويات كتير قوي. ولما بيبداوا ياكلوا هما الاثنين سوا بيترعب بوكسي لما بيلاقي ان البنت اتحولت لخنزير حرفيا اتحولت لخنزير تقريبا وعماله تاكل من الارض. فصباح الفل يعني. لما بيقولوا استنجي على الموضوع ده بيلاقوا ان هما فعلا بياكدوا لهم الكلام ده وبيقولوا لهم كمان ان هما اتحقنوا بمصلحه حولهم لبشر وكان عايز وينس دي عشان التجربه اللي هي بتاعتها اللي عملتها على عمها دي نجحت وعايزه انها تفيدني في مشروعي ان انا احول البشر لحيوانات قاتله بقى ويبقى عندي الجيش وحكومات تشتري مني الحاجات دي بمليارات الدولارات بقى والكلام ده كله. وبيقدر ان هو ينيم العيله كلهم بمنوم. تاني يوم بعد لما خلى وينس دي تعمل التجربه بتاعتها وبتنجح بيوريها بقى العيله بتاعتها وهو حابسهم وبيقول لها على المشروع بتاعه وان هو هيعمل التجربه على اسرتها. فبتقول ان هو ما ينفعش كده وان التجربه بتاعتها دي اساسا كانت عاملاها على عمها عشان تخليه اذكى شويه مش عشان بس هي عايز تعمل كده في اهلها وخلاص. بس هو طبعا مش بيسمع كلامها وبيبدا ان هو يدخل عليهم الماده اللي هتحولهم وتقول وينس دي لارش ان هو يوقف الكلام ده وبيقول ساعتها استرنج الجوفو ان هو يروح يموت لارش. بس بنشوف ان هم بيحضنوا بعض وبنعرف ان هم الاثنين اخوات اساسا. شفت يا اسطى الزمن بيبقوا بعد كده الاثنين مع بعض بصحاب ضد استرنج وبينقذوا العيله من التجربه دي. بيتحول بعد كده استرنج لحيوان كبير وكان هيموتهم ولكن بيجي عمك فيستر اتحول لاخطبوط كبير هو كمان ويبداوا ان هم الاثنين يضربوا في بعضيهم. في الاخر فيستر بيهزمه بس بيكون بيموت خلاص بسبب التجربه وكانت وينس دي زعلانه عشان هي السبب في اللي حصل لعمها. ولكن ابو صحاب مرتيسه بتقول لها ان العقد اللي معاكي ده فيه نقط دم من كل فرد في العيله بتاعتنا فبتعمل وينس دي منه مصل كده وبترجع عمها لطبيعته من تاني والحمد لله. بتعتذر له وبتعتذر العيله كلها على اللي حصل وبيسامحوها وبيقول لها ان ده العادي في العيله بتاعتنا يعني احنا عيله ومتعودين على الكلام ده. بيروحوا بعد كده البيت سوا وخلاص بقى فاهم انت ايه الدنيا بتبقى لذيذه وبس كده عمل حاجة توتا توتا لقد انتهت هذه الحدوته. وبرده الحد مش بطيء وينس دي وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير بس تشمل فولو على انستجرام ما تنساش تعمل فولو لكريم وسام عشان هو اللي منتج الفيديو ده وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب السكريبت ده وتخش على جوجل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي اللي هي حسن فه وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده وبعدها برده وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج وانا اسف ان تعبتك معايا وبس كده جدع سلام عليكم.